السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده ميعادنا مع قصتي في الحصول على أول شهادة معتمدة من جوجل، شهادة اسمها أساسيات التسويق الرقمي من برنامج مهارات من جوجل. في الفيديو ده إن شاء الله يعني هكلمكم بسرعة كده عن أهمية الشهادة دي وتفاصيلها. الجزء الثاني من الفيديو هتشوفوا معايا الامتحان النهائي بتاع الشهادة، والجزء الثالث إن شاء الله هننزل هنشوف النتيجة وننزل مع بعض الشهادة. تعالوا نشوف. أول حاجة، دي دورة بتقدمها جوجل في أساسيات التسويق الرقمي. إيه أهمية التسويق الرقمي أو إيه هو التسويق الرقمي؟ التسويق الرقمي هو تسويق أي منتج أو أي بيزنس أونلاين بطرق كتيرة جدا، والتفاصيل كتيرة جدا معروضة في الدورة على مدار 26 وحدة، كل وحدة مقسمة لمجموعة من الدروس، وكل درس من خلال متابعة فيديو أو قراءة نص واختبار على الدرس. بعد لما تخلص 26 وحدة بتوصل نسبة إتمام الدورة بتاعتك 99%، وبيتبقى الجزء الأخير والأهم وهو إجراء الامتحان النهائي. المشكلة ان انت لو ما تابعتش باهتمام وتعلمت التفاصيل هيبقى صعب جدا تعدي الاختبار. زي ما هنشوف النهاردة مع بعض الامتحان، عرض الامتحان عليكم مش بساعدكم في حل الامتحان النهائي ولا حاجة، لان الامتحان كل مرة بيتغير، ولكن علشان تعرفوا شكل الاسئلة واسلوب الامتحان. طيب، علشان تنجح في الامتحان ده وتجيب السكور اللي يديك الشهادة لازم تجيب 80%. 80% هو الامتحان عبارة عن 40 سؤال، يعني حضرتك لازم تحل 32 سؤال صح من ال 40 علشان تقدر تحصل على الشهادة. بمجرد انتهاء الدورة والحصول على الشهادة انت كده دخلت عالم التسويق الرقمي، فهمت يعني ايه تسويق رقمي، شفت ازاي ممكن تسوق لأي منتج، سواء المنتج ده ملموس او منتج اونلاين او حتى صفحة على الفيسبوك، صفحة تعليمية أو صفحة على اليوتيوب، أيا كان النشاط اللي أنت عايز تسوقه هيفيدك جدا. ودلوقتي إن شاء الله وقت عرض فيديو للامتحان النهائي، بسرعة كده هنشوفه وبعدين هنرجع لبعض.
وبعد ما خلصنا الامتحان جه ميعاد رؤية النتيجة وتنزيل الشهادة. في النهاية أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله هسيب لكم رابط الدورة دي في وصف الفيديو، وأتمنى التوفيق والنجاح لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وأشوفكم فيديو جديد. سلام.